سيدة منيا، اللي عندك تفاعل مع الكلام اللي تقال على الفيديو هذه اللي هي مثيرة جدا، واللي توري اللي المرأة التونسية ما تبخلش على العمل، واللي العمل كفالور معناتها قيمة عندها هي راسخة فيها وما تبخلش عليها وتقوم بور سوبفينيغ وبزوان تاع عائلتها، وهذه قاعدة تغذي في تونس كاملة معناتها في ميدان الفلاحة وكذلك في ميدان الصناعات التقليدية. المرأة الريفية قائمة بدور كبير وتخدم برشا في الصناعات التقليدية مالوغوزمون دون لو سيكتور انفورمال حرفيات، elles sont dans le secteur informel et elles ne figurent pas dans les statistiques. ما همش موجودين، ما همش محسوبين. يعني مش كان المرأة الريفية. ما عندهمش استاتيو. ما عندهمش استاتيو. ولور ترافاي نيبا فالوريزي، وما يعرفوش حقوقهم، ناقصين لو سافوار فير، elles sont pas encadrées، ناقصين ثقة في نفسهم، ناقصين برشا حاجات معناتها ثم برامج. يجيوكم للكونيكت سيدة منيا. يجيونا هذوما، يجيونا ثم برامج ثم معناتها منظمات عالمية يقوموا بهم باش يثمنوا العمل هذا ويعطيوا لا فالور اجوتي. واللي يصدروا في المنتوج نتاعهم معناتها في قفصه. فكرتني في النساء السجنين زاد اللي يقوموا يعملوا للبوتري نتاع السجنين، لي بوتير دو سجنين مثلا. نساء قفصه يا يو ان بروغرام افيك لو نودي، واللي يصدروا للخارج ويصدروا لهولندا ومعناها، لكن هذا مازال ناقص. المراه عايشه معناتها في بالنسبه للفقر ثم زوز ملايين توانسه يعيشوا في اقل نسبه الفقر او دوسو دو سي دو بوفرتي. 1,500,000 سي دي فام، 1,500,000 نساء. هذا شيء مؤسف ومؤسف جدا. الوغ كو فما دي زوتي، فما حلول. فما مثلا لو ميكرو كريدي. لو ميكرو كريدي يكون حل مناسب للنساء هذوما الحرفيات والنساء دون لو ميليو رورال، باش يعطيوهم ان ميكرو كريدي ينجموا هما ينميوا بهم الحرفه نتاعهم والعمل نتاعهم، ينميوا المنتوج نتاعهم ويتعلموا وياخذوا معناها قروض تكون صغيره في حجمهم، وينجموا يندمجوا في السوق ويندمجوا ويكونوا عندهم ان ستاتيو، يكونوا عندهم معناها هذا حل من الحلول. ثم نقطة أخرى حبيت نتطرق لها، توا كي قالت الأخت ما ثماش إحصائيات وماناش حاسبينهم ماناش صحيح. أنا نتسائل احنا كان احنا بعد 14 جانفي عندنا ديزاكي معناتها نحبوا ندعموهم ونزيدوا عليهم، مش نخسروا منهم ونوخروا فيهم. اليو ان اف تي اتحاد المرأة وينه؟ وين اتحاد المرأة اللي كان عنده اتحاد المرأة وصل اضراب الجوع وعنده اسابيع جمهورية الكل في الشيخ محل يعني معليه اتحاد المرأة جوستومون هذاك انه عاش هو مهدد بالاضمح بالديسباريسيون على خاطر يحبوا ينحيوا لهم لي فون نتاعهم. الوغ كو لو فون ديدي ا لو ان اف تي سي ان دوا، حق من حقوقهم كيما المنظمات كيما لو جي تي تي لو تيكا لا كونيكت. لو ان اف تي عندهم الحق في لو فون هذا، اذا كنت نحي له لو فون معناتها تقتل اتحاد المرأة. توا حاشت بالمرأة تكون معناها مساندة وتكون موجودة وتكون موجودة في كل الجهات عندها فروع معناتها وزارة المرأة ما تكفيش بالنسبة ليك سيدة منيا؟ ما تكفيش.